ليش لحد هلأ ما طلعوا يا مفوض؟ معقول كل هاد تحقيق؟ أنت بتعرف أكتر مني، لأنه كتير بيتحقق معك. أنا ما عندي مشكلة، ارتاح أنت. المدعي رح يعطيك الخبر. أنت بتعرفي شي أصلي؟ لا أنا ما بعرف شي، مع أني حاسس عكس هالشي. أصلي خلص لهون وبيكفي، خلصنا. شو قصدك؟ شو هادي أختي؟ كل حياتك رصاص وجرائم وقتل رجال ومشاكل، شو هالحياة هي؟ أخي مشان الله مو وقت هالحكي هلأ، مو رايقة عن جد، مو وقته بالمرة. لكن أيمت رح يجي وقت هالكلام؟ كل يوم مشكلة، كل يوم واحد منهم بتورط بقصة. أنا على طول خايف، شو بدك أقعد استنى لحتى يصير عليك شي يا أصلي؟ ماشي يا أخي، طيب على الحالتين هاي الحياة بدها تنعاش هون أو هون. ليش منعرف إذا رح يصير شي معنا؟ مستحيل، بترجاك انسى، منحكي بهالسيرة بعدين بترجاك. أصلي رح نحكي بهالسيرة هلأ، عم بتعيشوا بنفس البيت، رصاص على الرجال. اسمعي، ما بقى بيهمني إذا بتحبي هذا الرجال، ماشي؟ رح ننهي هذا الموضوع، فهمتي علي؟ شو اللي عم بتقوله؟ شو عم بتقول أخي؟ اسمعيني، لأنه هو عم يضحك عليكي، وصلك على المطار وحطك هنيك لتهربي، وهلأ صار دورك، خلصينا من هالشغلة، بيكفي لهون وبس. أنت لا تتدخل بقراري أبداً، لأنه أنا ما تدخلت بقرارك. أنا عم بتدخل فيك شي؟ طلعي، أنت قصدك يعني مشان موضوع إبرو؟ شو إبرو؟ شو؟ إبرو شو؟ أنه تقنعها تحط السلاح على راسي برأيك مانو موضوع مهم أبداً؟ ما كانت بريئة، كنت رح تتزوج من قاتلة ما هيك؟ وأنت تزوجتي منه ما هيك؟ لو ما ورطتي حالك بهالعيلة ما كان نحط السلاح براسك، فهمتي يا أصلي؟ لازم تنهي هالشغلة. لا تتدخل بقراراتي ولا تفهمني شو لازم أعمل.